أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات استراتيجية وثيقة وروابط تاريخية ممتدة لأكثر من 200 عام والتي تستند إلى أسس متينة من التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة. ولفت سموه إلى الحرص الدائم على مواصلة العمل والبناء على ما تحقق لتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات والانتقال بها إلى أفاق أشمل بما يعكس تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاعة اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سعادة السيد رودي دراموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث أشاد سموه بجهود سعادة السفير في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، متمنيا لسعادته التوفيق والسداد في مهامه المقبلة، منوها سموه بالدور الهام الذي تطلع به المملكة المتحدة وأسهاماتها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة والعالم بما يعود بالخير والنماء على الجميع. كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.